عم بضل عايش مع اصحابي، بنلعب نتسلى، بس نخلص ما نتسبح بنقعد انا وياه ومحمد ويونس وهدول ومصطفى، بنقعد نتسبح. عن زينا زي العالم كله، عن زي اللاجئين زي تاع غزة، زينا زي تاع غزة. يعني صار بغزة رح يصير فينا احنا، نحن ما دفعنا. حمودة جبت لكم دودة. هون رايس لي 10 أيام على هالوضع، يعني ما أنا معلمين على هذا الشيء. واحد بطلع نهار نهارين، ممكن انه مصياف، بس انه يقضي حياته في البحر بالشمس، ما في مكان تنامي فيه. يعني هذا مننام فوق بعضنا، نزلت المطر طافت الخيمة كلياتها بالمي بالمطر بالليل، قمنا شلنا الاغراض كلياتها، قضينا الليل كلياته ونحن قاعدين على الكراسي. طلع الصبح علينا لانه ما باليد حيله، يعني حتى الاجارات صار في استغلال. يعني بهالظروف لازم العالم تساعد بعضها، ما في حدا عم يساعد حدا. لو انه يتامن كرفانات، يعني بالذات انه واحد داخل على شتاء. يعني هي لازم الدوله تتحمل مسؤوليه الشعب كله، كان لبناني ولا سوري ولا فلسطيني، كله تدمر وطلع. ما انا تركت بيتي فيه كل شيء، شو بعمل؟ مثلي مثل لبناني مثل فلسطيني. رحنا مدارس طلعونا، رحنا على مطعم ما بدنا نذكر اسمه، مطعم دجاج، هو اول ما دخل بيروت كمان طلعونا، قال الاولويه للبناني. الزلمه هيك قالنا اياها، يعني بوشنا سجلنا كذا بمدرسه، قال بنشوف لكم مدارس بطرابلس وبعكر، وما حد الان ما حدا خبرنا. والامم نفس القصه، حكينا مع الأمم رقم الملف، وهذا بأقرب وقت صلنا 10 أيام على أقرب وقت. شو بس تخلص الحرب مثلا أقرب وقت؟ والمشكلة ما فيك تطلعي تجيبي تياب، ما فيك تجيبي شيء، ما فيك تجيبي شيء أبدا. يعني نزلنا نحن بتيابنا اللي علينا، مهددين الطريق كله إنه ينضربوا، من شوي استهدفوا سيارة مدنية، يعني فيها ناس حطلعوا يجيبوا أغراض أظن وينزلوا استهدفوا.